دابا بقى لينا غير الله وجلالة الملك. مريضة نفسانيا، مريضة عقليا، مريضة جسديا، راه كاينين الناس باعوا حوايجهم خرجوا من ديورهم، راه داو ولادهم داوهم لحوهم عند ناس اخرين لانه ما قدروا يخلصوا باقي الكلى، ما قدروا يخلصوا الضو، ما قدروا يخلصوا الماء، ما قدروا يخلصوا التين، ما قدروش يخلصوا المعيشة. هاد الابناك راه داروا لنا واحد الضغط، راه لا اله الا الله. دابا الضغط ما عرفنا باقي واش نمشيو للسبيطار ولا نجلسوا في الدار ولا نخرجوا ولا نخرجوا نغوطوا، راه ما عرفنا باقي اش غادي نديروا. جلال الملك خدام، احنا معاه جنود مجندين. كنوجهوا النداء ديالنا للحكومه، لان لجنه اليقظه لحد الان ما دارت حتى شي حتى شي حتى شي استجابه ولا حتى شي رياكسيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم جدوي أمينة، صاحبة شركة النقل السياحي أمينة تور بمدينة أكادير سوس ماسا. أنا اليوم جيت باش نبلغ صوتي الناس ديال اللي مكلفين للسياسيين أبناك الضرائب، اللي كنطلبوا منهم يدير واحد الالتفاتة لهاد الناس إخوان ديال النقل السياحي بسوس ماسة خاصة وبالفيدرالية بالمغرب ككل عامة، لأنه هاد الناس راه صافي الصبر ديالهم تقضى. الله يخليكم الى ما شوفوا واش غادي ديروا معنا، لانه عامين وحنا كنقاسيو، عامين وحنا صابرين، عامين وحنا كنبيعوا في حوايجنا، عامين وليداتنا كيقاسيو معنا الامرين، لانه كنشوفوا كاع جميع القطاعات عطاوهم الدعم، داروا لهم واحد الالتفاتة، ولكن هذا النقل السياحي مقصي مقصي كليا. ولو صاحب الجلالة نصره الله تيقول وتيوصي هاد الناس تعاونوا مع المقاولات الصغرى، تعاونوا المقاولات الوسطى، تعاونوا مع المرأة المغربية كمرأة مغربية مقاولة من 1987، كمرأة مغربية بالبيرمي ديال الكار من 1989 اللي كتقلب على طرف ديال الخبز بالحلال، نجيو اليوم ونتقصاو هذا الإقصاء الكلي، لا السياسيين ولا الناس السلطة الناس الكبار ولا الأبناك اللي قصاونا كليا، ما معترفينش بينا، بينا نعرفوا روسنا واش حنا مغاربة ولا جايين نمشي قطب آخر. إلا كنا مغاربة راه حنا ما كنسعاوش، حنا كنطلبوا بالحقوق ديالنا، ما كنطلبوش تعطيونا الفلوس، حنا عطيونا غير الخدمة وغادي نخلصوا. راه كنا خدامين حتى نهار 14 مارس 2020 ولا 2019 من اللي بدات الجائحة وقف الحديد، الحديد وقف، الرويد مشاو، البنوات مشاو، الباتريات مشاو، كلشي كلشي تفوتة، حتى من السماء راه كلاتها الشمس. وكوك عباد الله، وكوك الحق، وتعاونوا معنا وديروا لنا واحد الالتفاته. راه جلاله الملك قال لكم تعاونوا مع هاد الناس، دابا بقى لينا غير الله وجلاله الملك. راه جايه شي حاجه اللي ما غاديش نوصفوها. انا اليوم راه جيت عيانه، مريضه، مريضه نفسانيا، مريضه عقليا، مريضه جسديا، راه صافي، راه تغلبنا
راه كامرة مطلقة وعندها وليدات وما كاين حتى شي التفاتة من حتى شي واحد. الله يرحم لكم الوالدين. ها ماشي كنهضر على راسي، كنهضر كاع على الناس اللي في هذا القطاع. راه الرجال تغلبوا عساك العيالات، راه معنا رجال مساكن اللي مات الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه، قاعد دازت منا كورونا قاسينا وقلنا وشهدنا وقلنا صافي والله باقي طولينا العمر باش نعاودوا الكفاح، وحنا الكفاح والنضال حتى تشوفوا واش غادي ديروا معنا، لانه راه اللي جاي راه خطير جدا. ولهذا الله يرحم لكم الوالدين، راه كاينين الناس باعوا حوايجهم خرجوا من ديورهم، راه داو ولادهم داوهم لحوهم عند ناس اخرين لانه ما قدروا يخلصوا باقي الكلى، ما قدروا يخلصوا الضو، ما قدروا يخلصوا الماء، ما قدروا يخلصوا التير، ما قدروش يخلصوا المعيشه. الله يرحم لكم الوالدين، راه يحسب لكم دابا هاد الابناك راه داروا لنا واحد الضغط، راه لا اله الا الله. دابا الضغط ما عرفنا باقي واش نمشيو للسبيطار ولا نجلسوا في الدار ولا نخرجوا ولا نخرجوا نغوتوا، راه ما عرفنا باقي اش غادي نديروا. علاش السياحه الداخليه بدات؟ ها السياحه الداخليه بدات، يلا اجيو باب لوطيلا تشوفوا لي فواتور دو لوكس، واش غيخلي طوموبيلتو يجي يمشي معايا انا؟ راه ما يمكنش. او لا الا خدمت كاع هاد السياحه الداخليه، كاينين الناس اللي خدموا 1% ولا 2% خدمات، بشحال بغات تخدم؟ الاثمنه خياليه، تيديو ب 150 ولا 200 درهم المطار، عباد الله، واش خلص بها المازوت ولا الضريبه ولا البنوات ولا اش غيخلص بها هاد السيد؟ ولا ياكل يدخلها ماكله لولادو، اش غادي يدير؟ عاد الضغط النفسي من 8 هاد الصباح حتى العشيه وما تيعيطوا لك، اجي تسوي الوضعيه ديالك، راه خدمتو اجي تسوي يجي ويكونترولي ويشوف هاد الحاله. ما مخلصين لي زاسيغونس، ما مخلصين ضريبه، ما بغيتي تحرك خصك تبدل كاع البنوات ديالك وتبدل لي باطاري وتبدل كل شيء، واعطيونا احنا تبدا الخدمه نخلصوا، احنا كنطلبوا وقفوا علينا هاد الاقساط البنكيه والفوائد ديالها، ديروا لنا حل معمولين الضرائب، يوقفوا تبدا الخدمه حنا نخلصوا العيب والعار اللي ما خلصت تجيو لي الحديد. وانتم كتجيو كتهددونا اجيو الزوطو يجيو يهزوا لك الطوموبيل، وليتي كتخاف تحرك الهواس، ما بقيتي كتقدر تنعس، ما بقيتي كتقدر تفكر، ما بقيتي كدير حتى شي حاجه، حتى الماكله ما كنتي قدرتي باقي تاكلها في خاطرك. علاش هذا الشيء كله؟ راه حنا مغاربه، حتى حنا عندنا حق في هذا المغرب، حتى حنا عندنا حق اللي خولوا لنا جلاله الملك. الله يرحم لكم الوالدين. الصحافه كنشكركم بزاف لانه انتم الوحيدين اللي بقيتوا لنا باش توصلوا الصوت ديالنا للناس كلهم باش يعرفوا اش كنعانيو. اللي هضرت معاه تيقول لكم انتم حنا بشر بحالنا بحالكم، حنا نقدنا راسنا من الشارع ودرنا من الشريع، بينا غير ناكلوا ونعيشوا منه ونخلصوا القوانين ديالنا، هذا الشيء اللي كنطلبوا، ما بغينا حتى شي حاجه، اما بغيناش نترفحوا، بغينا غير نخدموا ونعيشوا عيش كريم حنا ووليداتنا، حتى حنا يقراوا بحال الناس. تتقولوا قريوا ولادكم، هاد الناس باش غادي يقريوا ولادهم؟ إلا بقات هاد إلا بقى هكا. كنطلبوا من الله يهز علينا هاد الوباء، وكنطلبوا الشفاء لجلالة الملك. والله يخليه لنا جلال الملك خدام، احنا معاه جنود مجندين، واللي كنطلبوا الصوت ديالنا يوصلوا. معكم حمان يوسف رئيس الجمعيه الجهويه لرباب النقل السياحي بجهه جوس مسا، نائب رئيس الفيدراليه المغربيه للنقل السياحي بالمغرب. احنا اليوم جينا عاوتاني باش نعيدوا القضيه ديالنا الواجهه، لان كتعرفوا الاستحقاقات يعني الانتخابيه على الابواب، والقضيه ديالنا مازال ما لقاتش الحل، ودو بليز او بليز كاين الضغط ديال الابناك والضغط ديال 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 الشركات الائتمان على المهنيين ديالنا. اليوم حنا القطاع كله راه محبط، القطاع كله راه الاخوان كلهم راه سون ديبريمي، يعني الناس يعني وصلت للحضيض. واليوم حنا كنوجهوا النداء ديالنا للحكومه، لان لجنه اليقظه لحد الان ما دارت حتى شي استجابه ولا حتى شي رياكسيون باش على الاقل يخرجوا بواحد يعني بواحد عقد برنامج او لا بواحد المذكره وزاريه باش يحبسوا علينا هاد يعني الاقساط، ريتها ما تبدا يرجع القطاع يعني النشاط ديالو.
اليوم هما كيقولوا بان راه السياحه راه بدات، راه الناس راه خدامه، حنا كنقول لهم ما كاين حتى شي حاجه اللي خدامه. اليوم السياحه الداخليه راه ما عطات والو بالنسبه للنقل السياحي خاصه وبالنسبه للقطاع السياحي عامه، لان كاينين الناس اللي يعني الفنادق اللي هي خدامه مع الناس السياحه الداخليه هي براسها وما وصلتش حتى 15% ديال 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 الخدمه ديالها. لذلك اليوم حنا الناس المهنيين ديالنا راه ما بقى عندهم من يشكيو، ما بقى عندهم مشكل. الاحزاب اللي كاينين دابا في سميتو في الحملات ديالهم كلهم كيبغيو يعني يعطيو زعما ضمانات بانه راه غادي يحلوا المشاكل ديال القطاع، ولكن راه ما كاين حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما عندوش الحل من غير صاحب الجلاله هو اللي يقدر يحل لنا هذا المشكل هذا. والناقلين السياحيين راه عازمين باش يطلعوا على الرباط عند سيدنا باش يسمعهم، لانه هو الحل الاخير لهاد الناس هادو. الا ما كانش الحل من عند سيدنا في الرباط راه لا اله الا الله وحنا راه ما كنضمنوش اش غيوقع من هنا لقدام، حيت الناقلين راه الناس كلهم وصلوا للاحباط، الناس وصلوا لواحد الحاله اللي هي خطيره جدا. والله يدير بينا يا ولد الخير، هذا هو اللي غادي نقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.